طلعت بقى من بيراميدز؟ من بيراميدز رحت الجونه. الجونه رحت الجونه اعاره 6 شهور الموسم اللي هو الثاني. ما لعبتش كتير في الجونه؟ لا حصل اتصبت كتير في الجونه اول ما رحت، فما لعبتش معظم ال6 شهور دول ما لعبتهمش. ثم بعد كده رجعت بيراميدز تاني. تاني على بيراميدز نفسها؟ على بيراميدز تاني، بس الاداره كانت اتغيرت. الاداره الاولانيه كان الكابتن حسام البدري والكابتن احمد حسن والكابتن، كانوا مشوا كل دول، كانوا مشوا وجم اداره جديده. مش عارفينك كويس. مش عارفيني كويس. وكنت طالب ان انا اطلع نادي نادي يعني ما كنت طالب ان انا اطلعه، والنادي ده كان عايزني جدا. ونادي كبير يعني في الدوري الممتاز. احكي لنا بقى. بعد كده كان ساعتها الاهلي؟ لا يعني كان نادي كبير في الدوري الممتاز. اهلي زمالك؟ زمالك. كويس. كان نادي كبير. بعد كده ما حصلش نصيب يعني. رفضوا. بيراميدز رفض. تمام. بعد كده الدنيا فضلت تضيق عليا لحد ما بتلعبش بقى. ما بلعبش. لحد ما كان مين مدرب ساعتها؟ كان دي صبر. دي صبر. كان دي صبر اول ما جه. بعد كده القيد فضل يقفل عليا لحد اخر يوم في القيد. بعد كده هم مشوني اخر يوم في القيد. ما بتلعبش يعني؟ ما بلعبش. قعدت تقريبا موسم ما تلعبش. قعدت ست نص موسم. نص موسم. بعد كده خلاص القيد قفل وما بتلعبش ومش موجود. القيد قفل. بقيت فري. بقيت فري. لدرجه تانية بس، مش فري حتى الممتاز، فري لدرجه تانية بس. ايوه صح. والكابتن هيثم شعبان كان ماسكني في ماسكني في انبي فتره طويله. فكلمني قال لي تعالى. فانا هو اللي كلمك؟ هو اللي كلمني. قال لي تعالى، هو عارف امكانياتي كويس جدا. فانا حبيت ان انا اخد التجربه دي، وما كانش في قدامي بصراحه غيرها. كان بالنسبه لك عشان نكون اومن. ما اتكسفتش بقى؟ ما قلتش لا كنت بيراميدز والزمالك كان عايزني وانا كنت؟ لا 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 خالص خالص. حلو. قلت اخد التجربه. كانت صعبه جدا 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 بالنسبه لي ان انت تلعب في بيراميدز وبعد كده تنزل درجه تانية تاني. نعم. بس الحقيقه اداره سيراميكا ما تحسكش بده. انا في يعني فتره كورونا دي هي صعبه بالنسبه للناس كلها، بس بالنسبه لي انا كانت كويسه. كانت كويسه بالنسبه لي ان انا قدرت افوق نفسي تاني، وقدرت اتمرن لوحدي تاني، وقدرت يعني اتاقلم على الموضوع اللي خلاص انا في دلوقتي في سيراميكا ولازم ان انا اصعده. اتكيفت مع الامر؟ اتكيفت مع الامر. والناس ما حسسنيش بكده خالص. حقيقي.